لقاء ديربي جده، ديربي الساحل الغربي، الديربي الاقدم تاريخيا، اللقاء الذي جمع بين فريقي الاتحاد والاهلي، والذي استطاع الفريق الاهلاوي ان يكسب هذا الديربي بنتيجه 3-1. سجل الاهلي الكابتن عماد الحسني الهدف الاول، وايضا الكابتن فيكتور الهدف الثاني والثالث، بينما سجل الكابتن محمد نور الهدف الوحيد للفريق الاتحادي. نشاهد ثم نعود. الأندية المتوجة بطلة للدوري وما زال يتصدرها الزعيم الهلالي الكبير. إذن مباراة مرتقبة، هدفين يبدأان ضربة البداية. فيكتور سيموس أحد الهدافين المميزين لبطولة الدوري برصيد 8 أهداف، لكن خلف بوغش وخلف الشمراني، بينما حكم اللقاء بعد ما زار الرياض وعاش أجواء الرياض الجميلة يأتي إلى جدة الآن، وبعد ما يطلع من المباراة راح يقول جدة غير، خذوها مني. عامر عبد الله يحييكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عشاق كرة القدم السعودية وأنا منهم، محبي كرة القدم السعودية وأنا منهم، محبي هذه اللقاءات الكبيرة وأنا منهم، على الخير والمحبة نلتقي مشاهدينا الكرام متابعينا عبر الرياضيات السعودية. وانطلق ديربي الغربي الكبير مع ثوانيه الأولى، مع بدايته الأولى، مع قمة تبدأ وتحبس الأنفاس معها حتى ثوانيها الأخيرة. المباراة رقم 67 في تاريخ مواجهاتهم، فيكتور حصلها، فيكتور تقدم الأهلي، كرة أمام المرمى، بيحصلها المزيدي، بيحصلها المزيدي، ضربة أولى، بدأ ياخذ زمام المبادرة وبدأ يكون هو الأفضل. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطرة للنادي الأهلي، خطرة للأهلي أمام المرمى، السلام عماد بن شداد، عماد الحسني، آخر جمال وحسن يا ولد عمان، يتقدم لقلعة الكوس، للون الحياة، للون المنافسة، للأهلاوي، يتقدم الآن ويضعها في مرمى المزيدي ويقول، وكأن الكل يقول في مرمى المزيدي، وما عليك زود يا عماني، العماني يتقدم لمصلحة الفريق الملكي، لمصلحة النادي الأهلي بأول أهداف المباراة. عماد حطها براسه والأهلي رافع راسه. كرة بتلعب تصل لباولو جورج، شايف ما في تمريرتين ثلاث على بعض لنادي الاتحاد، كرة من عماد عالية وأمامية لفيكتور، أمام المرمى، أمام المرمى يا ريكول، أمام المرمى يا ريكول، الفيكتوري تيم يتقدم للنادي الأهلي ويقول يا أحلى جمهور ولي أحلى تيم، هذا الهدف الأهلاوي الثاني، يا سلام. القلعة لا تكون على قارعة الطريق، بل أن القلعة والحصون مكانها فوق، والأهلي الآن يتقدم ويطلع مع الناس اللي فوق بهدف ثاني. عماد يصنع لفيكتور سيموس، للفيكتوري تيم السريع، يضعها في المرمى. بالنسبة لنادي الاتحاد سنتابع ان شاء الله. كرة ملعوبة عالية عرضية أمام المرمى، الاتي لا يرفع المنديل، الاتي يقول لا للمستحيل، الاتي في أسوأ ظروفه يعود، وقراب الآن في لقطة كأن لما سجل في مرمى الإمارات عام 88 في مدينة زايد، في مدينة واستاد الملك فهد، الآن بنفس الروح يظهر ويريد أن يسجل فريقه، نور يضعها في المرمى، زمان كانوا يقولون يا نور. المستحق في الشوط الأول، كرة، كرة القاتلة، القاتلة، القاضية، الله، الفيكتوري تيم لما يضيع بلنتي لازم يهوف، لازم يهوف، لأنه هو المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي في فرحة مجنونة للمجانين، في لقطة مجنونة للمجانين، الأخضر وعن طريق الفيكتوري تيم ينهي المباراة، السفاح يقتل المباراة، يقتل الآمال والطموحات، تزداد معه المعنويات والآهات، والأهلي يسجل هدف صحيح. هذا لما يضيع لازم يعوض، لما يضيع لازم يعوض، الفيكتوري تيم، الفيكتوري جول.